ومتابعين معكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم من شرفتونا، وانضم لنا هلا الاعلامي وناقد الموضه باتريك خليل. رح نحكي اكثر عن اطلالات النجمات بمهرجان كان السينمائي لعام 2022، عن اطلالاتهم وعن الاوتفيتس وعن كل شيء، واكيد من عين ناقد في الموضه. اهلا وسهلا فيك باتريك، شرفتنا. اهلا بام واصف. اهلا وسهلا فيك، شكرا على هالكادو الحلو على فوقه، من اجمل يعني ما اجاني لهلا. يعني الله يخلي لك يا والله يعطيك اياه. يا هلا يا هلا فيك، يا هلا يا هلا. تسلم باتريك، اكيد كثير محمسين لحتى هيك تعلق على الصور يلي محضر لنا اياهم، ولكن خلينا نبدا بالاجمال، نظره جنرال، كيف شفت الاطلالات بمهرجان كان؟ هلا اكيد تمار، في قصص كثير حلوه، في قصص كثير مبتذله، في قصص كثير غريبه، بس ان جنرال كلنا ديسابوينتد من يعني بشكل عام، انه ما في شيء مبهر، كله ديجا فيو، كله ريبيتيتيف. حتى الناس اللي نحن معودين عليهم نقول واو واو ما كانت موجوده هالسنه. كيف بتفسرها باتريك؟ ديو تو وات؟ ليش هالسنه كان في هيدي الشوت؟ مش بس هالسنه، بلشت من هيديك السنه، هيديك السنه قلنا كورونا ولوك داون وهيدا، هلا بلشنا نحس عن جد بالديجا فيو. قبل كنا نقولها، هلا خلص صارت، رح ترفقنا على القليل شي ثلاث اربع سنين. لانه وقيته معروف ويعني في تحضير مسبق وعندهم سنه كامله، صحيح. يعني غريب. مضبوط صح، بس هل يا ترى فينا نقول باتريك انه هل انفتاح على السوشيال ميديا؟ اكيد، وانه انفتاح على السوشيال ميديا، مش بس هيك، انا بقول انه دور الازياء مثل كانه قد ما عادت حالها اخر سنوات، ما بقى في شيء جديد يقدموه، وصاروا يستنسخوا من بعض، صحيح. يعني بطل في هويه لكثير مصممين، الا بس هون رح يعتبروني المشاهدين اني متحيز. بس عن جد عن جد زهير مراد وإلي صعب الوحيدين اللي صرنا منعرف انه بس هدول فساتينه. مش تحيز، هيدا فاكت. مش تحيز، مش تحيز، لانه دائما على اليوتيوب شانل انت متحيز للبنانيتك، لا. بس في فساتين عم تنزل تقليد وايميتيشن لغير مصممين، الا زهير والا الي صعب. ما بعرف اذا انتم بتوافقون الراي. بلا، انا شفت لهم هلا يعني مثل ما بقولوا الفاشن شوز الجديده، البلتس مثلا عن زهير كانت كثير واضحه، صح. الفساتين الشفافه عن زهير كمان كانت كثير واضحه، وهذا اللي بيميزه لزهير، لزهير ولإلي كمان. خلينا نبدا، يلا خلينا سريعا لانه عندنا كثير صور. حنبلش بسارة سامبايو، برازيليان اكترس اند موديل، وبدي اقول لكم شغله، ان بتوين صار التركيز على البلوجرز اكثر من النجوم. صحيح، لاحظتوا هالشيء؟ يعني بتفوتي بتلاقي مثلا عندها يمكن 500K او 1 مليون، بيروحوا صورها فايرل اكثر، لانه دور الازياء فهموا انه البلوجرز ناو دايز بيوصلوا القطعه وبيوصلوا الجولري وكل شيء بيوصل اسرع. العالم هيك بدها، هيك العالم بدها، بوقت انه السليبرتيز ما بقى كثير عم بينحكى عنهم. يمكن باتريك بيعتمدوا فكره انه السليبرتيز عندهم اسمهم اوريدي، بس البلوجرز معتمدين على الموضه، معتمدين على السوشيال ميديا وعلى الانستغرام، وكثير في هجمه على بنات الممثلات، يعني السليبرتيز اللي بناتهم هلا دخلوا معترك الموديلينج او بلوجرز، او مثلا بتكون بنت خيا، بنت عمها بتدعمها، مثل ما شفنا شانون ستون دعمت كثير، يعني عندها جاد دوتر تبع إلينا جاتسبي اللي دعمتها ودائما بتكتب عنها بوست. بالنسبه ل مع ساره سامبايو اللي اطلت، رح نبلش اذا بدكم بعده اطلالات، المنيح والمش منيح، اوكي؟ هيدا الفستان اللي لبسته على انفر اللي هو بيدعمه مرضى الاتش اي في، وهيدا فستان ثاني كمان كثير حلو اسود، ورح نشوف بعد فستان اللي انا اعتبرته الاجمل، هلا كمان بيعتبروني متحيز، اكيد مش هيدا لانه كل شيء كروب، كل شيء كثير مبتذل، منه حلو على الريد كاربت. exactly. يعني هيك قطعه قد ما تكون مش لانه ملفته يعني، ايه لا ايه. لانه مش رح اعمل جالا، بدنا نعرف الفرق بين الميت جالا. هيدي قطعه زهير مراد طبعا، البليتد اوف شولدر، اول شيء فكره واحده، قماش واحد بليتد من فوق لتحت، بعدين اللون عليها والتنسيق والشعر والميك اب، اعتبرت اطلالاتها مرتبين، ولكن هيدا الافضل. الاتيتيود غير بهيدا الفستان، هي سبحان هي الله. هي وقتها كاتبه بالكابشن عندها انه
قالتهم من اول ما شفت هذا الفستان عرفت انه هذا هو الدرس اللي بدي البسه. مع انه على الريد كاربت في بعض بالفعل مع انه على الريد كاربت في بعض النجمات بيتحاشوا يلبسوا اللون الاحمر كونه احمر باحمر بفضلوا الاسود او الالوان الغامقه اكثر. ننتقل لشارون ستون. يلا شارون ستون خلينا ننتقل لها اللي هي عملت كومباك كثير قوي. وحلو انه امراه بعمر ال 64 يكون عندها هيك الور هيك اتيتيود هيك جسم وتكون عم بتبدع بفستان هالقد سيلوات تبعها مبينه يعني هالقد جسمها وانحناءات جسمها مبينه بشكل واضح. كل الفساتين لبستهم من عند دولشي اند جابانا كانوا كاستوم ميد لها. وانا هيدا المفضل عندي يعني اللون الاخضر والاحمر اللي لبستهم هن بيشبهوا بعض كسيلوات. كان مستوحى من مايكل جاكسون لبسته على الافون بريمير تبع إلفيس بريسلي. لاتكس؟ لا هذا كله سيكونس اللي قبل اللي شفناه سنيك برينت كثير حلو الاخضر يعني حسيته اكثر واحد والسلت كانت عاليه نسبه لعمرها عم تشوفوا عندها اجرين احلى من اجرين صبيه exactly يعني مش مقبول يعني من جسمها يعني وانتبه رغم كل شيء ما في ابتزال بالاتيتيود صحيح يعني ما في ابتزال بانه ما ملاقي غلط على شارون ستون بس تيجي مثلا هالين ميرن لبسه هيك ما رح نتقبلها 100% نحن معك. ايفا لونغوريا. يلا ايفا لونغوريا انا كمان عم تابع معكم من ماي فون كمان لبست عده اطلالات وكانت الوجه الابرز اذا بدكم على الريد كاربت. خلينا نقول من النجمات لما كان في كثير حضور ممثلات كان حضور المودلز والبلوجرز طاغي اكثر. ايفا هيدا الفستان كثير راح فايرل لانه كان اول فستان لبسته كثير فامينن مع التشوكر البرتا فيريتي عم نحكي دراس جاون. خلينا نشوف فستان ثاني كمان لبسته. شو رايك بهيدا ما قلت لنا؟ حلو فامينن كثير فامينن لقيته بس اسود بس خارج ريد كاربت؟ لا لا اسود اتس فامينن بس انه ما هيدا منه فستان بيعلق بذاكرتنا اكزاكتلي بيقطع باي مناسبه بهيدا. اي ثينك شي توك ذا سيف اوبشن فيه يعني هلا راحت على شيء ثاني هون راحت مثلا على فستان كريستينا اوتافيونا اوكي حلو بس كثير في سلتس كثير في كات اوتس انا شخصيا ما بحب. هلا هونيك انبهروا برا ماشي يعني يا لطيف في فساتين بهرون بتقولي طب شو صاير ليه اوكي بعده ذوقنا هلا مختلف يعني ننتقل الى الوطن العربي مع ريا ابي راشد يلي دائما هي بتكون موجوده مع كل النجوم صح ريا whether we like it or not بس ريا صار حضورها كثير مميز وكثير ملفت وكثير مطلوب على الريد كاربت كونها هي صار لها اكثر من 20 سنه بتتابع النجوم صحيح وبتعرفهم اكثر من حيالله حدا وعامله معهم انترفيوز كلهم. للاسف هيدا من الفساتين مثلا اللي ما لبق لها الفستان السيلفر ابدا ما كان لبق له. انا لقيت السوت من اجمل القطع عليها السوت لبق لها كثير لبقت لها كانت مع انه شوي اوفر سايزد عليها ولكن شعرها مع الميك اب اللون الابيض وبعدين شيء جديد ما لبسته لا بالاول ولا بالاخر لبسته ان بتوين وبتعرفوا لوكات الان بتوين ما بدهم كثير بدهم يعني شيء اليجنت بس مش اكسترافاجنت اوكي بيكونوا محروقين شوي يعني اجمالا الافتتاح والكلوزنج صح والسوت صرنا عم نشوفه على الريد كاربت بشكل كثير كبير شفناها مع جوليا روبرتس كمان صحيح هيدا الفستان كمان كان معجق لريا جورج حبيقه وكان كثير ذكرنا بفروزن يعني ما بيشبهها ما بيشبه مش كل شيء حلو وشك بيلبق لكن علما انه لبناني تما تشوف انه ماني متحيز وهون كمان لبنان انا بفضلها بالقصص السمبل ولكن ماي فيفورت هو السوت البيضاء اللي هي اذا بدك نتذكرها من لوكيت 100% ننتقل معك لاندي ماكداول. اندي ماكداول انا بحبها كثير على الصعيد الشخصي لانه ممثله 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 يعني عظيمه بتمثيلها وبحضورها ولكن when it comes to fashion في فشل في ما بعرف هون يمكن هذا الفستان احسن من غيره كمان احسن يعني لانه لونه اخضر وفي اذا بدك فايبرنت مع لون بشرتها ولكن اذا بنشوف الفستان اللي لبسته قبل ما بعرف اذا عندها ستايلست او اذا هي بتعتمد ليك هون مثلا شو عامله حاطه عوينات لا حتى ستراس اخضر كريستلز اخضر جرين كريستلز اوكي ومع شعر ابدا مش بس مش للمناسبه مش لعمرها ومش للايمج تبعها مش حلو ايه لانه هي عظيمه بقدرها وبتمثيلها ليك مثلا هون الفستان مع لون بشرتها كله سترايبس ابدا ما ظابطه علما انه حضورها كان كثير مبهج
هي وهالان مرن ورقصوا على الريد كاربت وكثير كانوا هيك فاني. هي اول شغله رول لازم تعرفها تبعد عن السترايبس بس يكون في مهرجان او تلفزيون او تصوير. يعني بعدين هيدا دريس منه للريد كاربت ابدا. ان شاء الله يكون حقه قد ما حقه منه للريد كاربت. ننتقل لفريدا ايسن. ايه انا ما عرفت الفظ لحتى اسمها لانه ما يعني مكتوب دبل اي وما بدي اقول فوزو غلط، خلينا نقول فريدا. فريدا اوكي. فريدا من اكثر الناس الحلوين اللي اطلوا على الريد كاربت صراحه، يعني ما في فوبا ابدا، كل فستان احلى من الثاني. شو لبست فساتين؟ يعني هيدا الفستان الابيض حلو. اول شيء وهيدا الفستان اللي الاومبري اللي كثير حلو بليتد والوانه صيفيه، بعدين الحلو بفريدا اكثر من غيرها بتعرف تعمل ستايلينج، يعني شوي من كل شيء وكانت عم توصل للبرفكشن. وماي فيفورت دريس كمان بدي اقول اول شيء لك الجوليري شو حلوين بعقده مع الديب في نيك لاين البلانجينج نيك لاين بتعقد مع شعره مع جماله وهيدا الي صعب. واو حلو كثير كثير حبيت الفستان الاحمر هي شقره واحمر يعني طالع هالتضارب مادة الشوكر لورا هلا باخر صوره ببين الظهر باكلس وكثير حلو السهل الممتنع وصورها راحوا فايرل خلص سيمبل اند كلاسي مش يعني مش معقول بس كل اطلالاتها حلوين مزبوط كلهم 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 يعني حلو تو مينتين هيك نفس المستوى صعب اكيد صعب, صعب, صعب كثير يعني انه تعي فكري فيها منطق هلا اذا نحن بيقولوا لنا عندكم ريد كاربت على مدى 3 ايام او 4 ايام هون كله بيجي شك هون كله بيجي شك وستراس صحيح اليس عبد العزيز من لبنان اليس شتتي من لبنان من لبنان وي ار سو براود اوف هير لانه فستانها وصل لنقاد العالميين وكمان زهير مراد لابسه يصنف بين الاكسترافاجنت لوكس وانا نعرف هون الفرق تمار وديانا بين انه في لوكات بيكونوا كثير سمبل ولوكات بيكونوا اكسترافاجنت مثل لوك تبع اليس وكثير حلو الاسود مع النيله على الريد كاربت واصلا اسم الله عليها يعني جسمها طول وجسم اكيد من كل الميلات وانا فضلت هالاطلاله عن الاطلاله الدوري لانه الدوري حسيتها كثير ديجا فيو حلو كثير والسيلويت تبع جسمها بتعقد والعقد حلو ولكن بالنيله مع الاسود حسيت لفتت اكثر ايه والكيب الكيب المشغول يعني خرج ريد كاربت اكثر بس الاطلالتين كثير حلوين وان بوينت مرتب اوف كورس بننتقل معك لشيلا اتيم ونتعرف كمان على هيك شيلا هي كمان من الناس اللي ما كثير بنشوفهم على الريد كاربت ولكن اختيارها للون السانسيت مع لون بشرتها كثير اعجبوا الناس اعجبوا بهذا الدريس وكثير حلو عليها وكمان السهل الممتنع صراحه في كثير ناس شبهوها للتروفي لانه عن جد جمالها والسمبليسيتي وجسمها والبوستور تبعها وعلى دوريه ما ننسى كمان مش معقول يعني والوان السانسيت كثير دارجه وانتم بتحبوها كثير الالوان السانسيت طبعا وكثير كان دارج وكمان هذا فستان بنتذكره يمكن لو حدا تاني لبسه ما كان عطى نفس اللبس صحيح دفنتلي ما كان عطى ما كان برزه بهيدي الطريقه ما ننسى ريم سعيده حبيبتنا اطلت بفستان اسود بيوقف القلب بس للاسف في حدا تاني كان لابسه كمان صح بس بليف ات اور نوت هي اللي اخذت الضجه ايه طبعا هي اخذت ضجه علما انه بلبنان قاد الموضه قالوا انه على نسيت اسمها للموديل انا قريته اليوم ونسيته صح. بس كانت حاطه جلوفز حتى ريم مش حاطتهم وكثير ضعيفه سوبر ضعيفه ريم عندها كيرفز وعندها طول انا بالنسبه لي بشوفها ريم كثير انترناشونال اكثر من انترناشونال كثير بشوفها انترناشونال شي از اصلا ومش معقول يعني قد ايه طالع حلو ان كان فستان ساره مراد ولا الفستان الثاني كمان هذا الفستان ما بقل اهميه لانه انك تلبسي فستان معمول من ورده من فوق صح يعني تخيلي انا عم بقول لك تما رح تلبسي فستان ورده صح مش معقول يعني ساره مراد بعتقد بهذا الفستان فاتت للعالميه أكيد. لانه فستان كثير متقن بس الشغل الغلط اللي عند ريم باول فستان والثاني شعر ما كان ظابط 100% يعني الويت لوك ما كان 100% ظابط تنكون يعني منصفين
والشعر الابيض كان منصح له شوي وجهه، كان معرض لوجه معرض اكثر. بننتقل للانفلونسر اللبنانيه كارين وازن، يلي يعني عندها اكثر من ما بعرف 2 مليون فولورز او 3 مليون فولورز، اكثر اكثر صاروا اكثر صاروا اكثر، وكارين كثير مؤمنين فيها برا. وي ار سو براود اوف هير. اول فستان عم نشوفه منه اجمل فستان لبسته، لانه عم نشوف تلبس احلى من هيك كارين، تلبس احلى من هيك. حتى الثاني كمان كثير عرضه وحسيته كثير قديم. يعني للأسف الإطلالتين اللي شفناهم واللي قطعوا هلأ حسيتهم قديمين، وهذا هالإطلالة مثلا أجي وعصرية وهلأ دارج، بس كمان الستايلينج كلها بيتس كريستلز بس حسيت الستايلينج منه مشغول صح، يعني الشعر مع الميك اب. وكارين ما بيلبق لها كثير الميك اب، يعني كارين بس تعمل دراماتيك ميك اب ما كثير بيلبق لها. هلأ ما قطع معنا الفيديو، بس كمان لبست من عند إلي صعب المنت دريس اللي هو كلاسيك، وفضلتها فيهم أنا أكثر، مش لأنه إلي، بس في ركزة بالفساتين عند اللبنانية وبالفينيساج بيكون دايماً أجمل 100%. صرنا عم نشوف أوليفيا كولبو. أوكي، أوليفيا كولبو كمان أطلت علينا بعدة إطلالات. هيدا الفستان الأبيض اللي بس نشوفه منقول واو من فوق. خلينا نشوف الصورة الثانية، ليكو كيف نزعتها. عن جد نزعتها. ايه نزعتها خلص، يعني صرنا حسينا كأنها بفيديو كليب. نعرف من عند مين هذا الفستان باتريك؟ نعرف السيجنتشر تبعه يعني. لا صراحة ما بدي أجد، ما في فساتين مش انترستد لنسأل أساساً يعني. صح. هيدا الفستان أكيد أجمل، مونوكروماتيك أحمر كله، بلانجينج نيك لاين، حتى شعرها حتى هي مبينة أجمل، يعني هي طالعة أكيد، بس كمان تو سيمبل بالنسبة لكان. بس هون هون تمار مش دايما حسب، يعني مثلا في بيكون في افون بريمير أو بيكون في عشاء، يمكن مش يعني مش كل الإطلالات عم بتكون كانت على الريد كاربت حصريا، ولكن أكيد أجمل من من الفستان. ننتقل لأليساندرا أمبروزيو. يس، أليساندرا أمبروزيو كمان كان عندها إطلالات حلوة وإطلالات أحلى، خلينا نشوفهم سريعا. كمان انا الغرابه ما كثير بحبها، يعني انا بس شوف قصص ملزقه هيك على الصدر وكات اوتس بشكل هيدا انتقدوه كثير، يعني تو ماتش تو ماتش، ومن تحت عاطي افيه شوي اللي نحن بنقول عنه بلبنان الحاف، لانه قماش التفته كثير كريتيكال، احلى يستعمل ككيب من ما انه يستعمل كفستان. بتحسه عجق يعني الفستان كله سوا على بعضه. وهيدا دريس كثير كثير صار في منه على الريد كاربت، يعني حتى ايفا لونغوريا لبست على ستيلو، حتى الفابريك تبع عريا ابي راشد بيشبهه. واذا بتشوفوا من فوق فكره واحده بالاخر نزعوها، استعملوا تو باترنز عن جد، يعني ما بيحمل. صح. اخر فستان لبسته هي من عند الي صعب، اللي هو كله معمول. طب تفضلوا تاكيدا على كلامه لباتريك، يعني فادرز. اوكي، ليكي ليك الشغل. طب هيدا ميتيه دار، يعني ما فينا نقارن. طبعا فستان كله شغل، من فستان معمول كله على الايد، مع انه منه سمبل بس بتحسه بنفس الوقت سمبل، لانه فكره واحده من فوق لتحت، بس التفاصيل بالقماشه وبالفادرز اللي معمولين بشكل ورده. صحيح. اللي بتشوفيهم كانه بيتال بس هن ريش. قد ما نحكي عنه ما بنعطي حقه لزهير، سبحان الله. هيدا إلي صعب، هيدا إلي صعب. اثنيناتهم اثنيناتهم اصلا. يلا صوفيا. اوكي، هلا وصلنا لصوفيا. اوكي صوفيا اورنجي حلو. ايه هيدا زهير، هيدا الفستان كثير راح فايرل. هلا كل شيء راح يروح فايرل راح اقول لكم عنه. هيدا اصلا اول ما نزل على الركبت عند زهير امراض كبر لي هالفستان، مش معقول. يعني بنصح كل بنت طويله، كل ام عروس جان وطويله، كل اخت عريس وجان وطويله، وعبالها تكون متميزه وتجمع ما بين الاورينتال لوك وما بين السكسي جلامرس لوك ولون قوي، بتروح على هذا ديفينتلي. والبالت والشعر، وهي اصلا لبست كثير قصص بس بهذا الفستان ضوت 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 بشكل رائع. ننتقل لنيفسا. ايه انا كمان انا مثلك نيفسا. في اسامي غريبه عجيبه شويه، يعني كمان مش كلهم بنعرفهم. جربت فوت على يوتيوب تشوف اذا معمول معهم مقابله كيف لافزين اسمهم، بس عن جد ناس لإلي جديده. بقى كيف حال يعني انه كمان لبست من عند الي صعب من الفساتين اللي كثير حلوه. وهلا بنشوف، بس نشوف الصوره الكامله بتشوفوا انه لو الشغل فيه كثير وبيدد، بس من فوق لتحت فكره واحده، ما في شيء عم بيعمل انتربشن على الموديل. وهذا اللون الاخضر الفاهي كثير مطلوب
وكثير ان بالموضه والفخامه موجوده عند الي وعند زهير، ما في لزوم كثير نحكي. طبعا كمان هذا الفستان اعجبوا فيه النقاط برا كثير لانه فخم وهيك الريد كاربت بدها 100%. يعني خلصنا بقى جلوفز، قرفتونا الجلوفز، قرفتونا الجلوفز. ما بقى بدي اشوف جلوفز يلا بعد بدنا نشوف بس فساتين ونقد وما كثير عندنا وقت، بس من هيك حب شهل انا ديبيكا. ديبيكا اوكي، ديبيكا نزعتها بواحد الاطلالات لانه كان عندها اطلالتين سيئين واطلالتين كثير حلوين. هيدا اطلاله بتخيل ماكسيموم فيها تعملوا فوتوشوت، ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم، وذكرتني بالسجاد هون. هيدا الساري الابيض الحلو، اول شيء هي كثير متعلقه ببلدها وكثير بتحب تفرجي ساري الهندي كثير، يعني بلشت بساري بالاسود والذهبي وختمتها بهالساري. الشولدر ستراب تمار وديانا كثير متميز بهيدا القطع. بس خليني شوي احكي عن الابيض قبل ما اوصل لهيدا الاورنج. الابيض كثير لازم نعطيه حقه لانه رح يعلق بذكرتنا، فخامي رح يعلق بذكرتنا لكل الجولري مع الشولدر ستراب، مع كيف مبين شوي من الصدر وكله بيرل. فيها عروس بكل سهوله تستعمل هذا النمط بس بشكل تغير شوي الفستان. حتى كيف يعني شعرها يعني عملته. ساري بس كسرته صح. صح، لانه انا ضد شوي الترديشنال اوتفيتس، يعني ضد انه كيف اول نهار انه مش حلو خلص حلو. ما نحن بنعرف التراث الهندي نعم الاورنج، الاورنج بسطل كمان كثير حلو اكسترافاجنت، صحيح سمبل بس بيثبت على ريد كاربت لانه ما بتملي، في كثير ديتيلز وبنفس الوقت لونه ناري وحلو. وفي بعد فستان كمان خلينا نشوفه ديتيلز بس مش معجق هيدا الحلو من ايه خلص ما بقى فينا نشوف. فيهم يتابعوا المشاهدين يفوتوا عن كل لانه ما بنلحق ما بنخلص يعني صح. كان بدي احكي كمان عن ايشواريا اللي كمان كان عندها كثير فوبا بال... هيدا اللي كنت بدك تشوفه؟ لا بس هيدا اول نهار وانا ما عجبني كل شيء سترايبس مثل ما قالت ديانا لازم نبعد عنه. وايشواريا كمان من الهند ايه بدك تحكي عن ايشواريا رح بس تقلكم انه كمان كنا ننطرها وكثير انه اطلالاتها ما كانوا ابدا حلوين، يمكن من الأسوأ، وتيلدا سوينتون من الأسوأ كمان. اوكي بس نحن بدنا نختم مع صور. ايه بدي اختم معك مع بيلا حديد لانه طبعا يعني من الاجمل العارضات في العالم، نعرف كيف كان الستايل تبعها. صح خلينا بدكم نشوف الصور ونعلق عليهم. اكيد بيلا لانه ما فيها تكون هي موجوده. هي بيلا وبيلا بيلا اسم على مسمى. صح بيلا بتضيف هي على الدرس، مش الدرس بضيف لها، مشان هيك بنقول ابشع دريسز وبيعطوا افه معها رغم انه فساتين بيكونوا ماشي. يعني هذا فستان ما بتخيل إذا بنت عادية شفته ممكن يعجبها ومنه لريد كاربت، ما نكذب ما نكذب منه لريد كاربت، بس لأنه الست بيلا لبسته خلص عندها الجسم عندها الطلة عندها القرى عندها الذكاء عندها الاسم عندها الاسم خلص عندها مليونز اوف فولورز. مثلا أنا هيدا الدرس ما بعتبره من الفضل، هيدا مثلا كارثة كارثة من الكوارث. أوكي. بس الابيض اللي راح فايرل اكثر شيء الابيض والاسود كثير راح فايرل. هلا رح نشوفه هيدا اللي راح فايرل كثير كمان مزبوط. بس بتخيل لو حيلا بنت لبست هذا الفستان مع الكيس اللي ملبسينها اياه فوق الفستان كانوا بهدلوه شرشحوه صحيح. يعني بس كثير يعني امبيلانسات وغبيوا عن الوعي. لا ما بدها معلش ما تكذبوا علينا، هي جمالها هي جمالها بالكات ايز على بيلا حديد السكن والستراكشر وحتى شو بتكتب على السوشيال ميديا قد هي ريل انفلونسر بتحب روتس تبعها وبتحكي دائما عن شعبها. غير هيك بتعرف بيلا حديد دائما بتجرب تركز عند المراهقين الصبايا انه نحن وي ار نوت بيرفكت، شوفوا السكن تبعي اوقات كيف بتكون، شوفوا انه بيطلع لي حبوب والى اخره. شكرا لك باتريك خليل. ميرسي لكم، ثانك يو سو ماتش. ثانك يو سو ماتش على هالكومنت ويعطيك الف عافيه. ثانك يو. بعد الاعلان مشاهدينا بضيافتنا زياد الاحمديه وضياء حمزه، خليكم معنا لفن كثير من هلا لنهايه الحلقه.